من جديد أهلا ومرحبا بكم، نجدد تحايا صباح الخيرات والعافية، ونجدد عهود المحبة ما بيننا وبينكم في صباحات سودانية. وملفنا لليوم في هذه الحلقة من صباحات هي عن التراث، وتحديدا مشروع حصر التراث الثقافي في المجتمعات المحلية. وضيفنا الجميل بجمال صباحنا اليوم الدكتور إسماعيل علي الفحيل، هو مدير بيت التراث وخبير في مجال التراث. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور، كيف حالك؟ كيف الأحوال؟ تمام، شكرا على الجميل ده. طبعا يعني شويه حول شكلك، لا يعني جيت داخل الاستوديو كده كلامك كده جميل ودود بيشبه الصباح. الله يسلمك. كيف الاحوال؟ تمام الحمد لله. الله يخليك. بدايه يعني يا دكتور، قالوا انه عندك علاقه وطيده بالسينما. نعم صح. طيب ممكن يعني تتكلمي شويه كده عن علاقتك بالسينما كده، وبعد ذلك نقول احنا نربط الموضوع ده بالتراث. والله شوف، لما كملت الثانوي العالي كانت رغبتي أمشي روسيا وأدرس سينما في روسيا. نعم. كلام ده سنة 70، لكن ما أتيحت لي الفرصة. الفكرة كانت شنو؟ سنة 70 دي تقريبا السينمات كانت نشطة في السودان. والله السودان كان مزدهر جدا. كان في طبعا الأديب والفنان علي المك كان مسؤول من دور السينما في الدولة للسينما. وكنا بنشوف الأفلام في نفس الوقت اللي بيشوفه فيه العالم. أنا أذكر أنه أول عرض الفيلم بتاع زيد ده عرض في العالم، ونحن كنا حضرناه في نفس الوقت هنا في سينما النيل الأزرق. أفلام الكاوبويز كده وكل الأفلام الجميلة، مش الكاوبويز بس، شفتها يعني كنا مواكبين جدا للسينما. والجذبك شنو في تحديدا كده في السينما كان في الوقت ده؟ والله شوف، السينما لأنه هي يعني الوقت ذاك طبعا التلفزيون ده ما كان وخاصة يعني القنوات الخاصة دي ما موجودة، فكان هو التلفزيون الحكومي في الوقت ذاك. السينما طبعا عندها إمكانيات كبيرة جدا، وأنا أصلا يعني محب للتراث، فكنت بشوف إنه السينما ممكن تعمل أفلام وثائقية جميلة جدا جدا. يعني حب التراث موجود من الفترة دي. نعم. يعني انجذابه للسينما. أيوه. طيب أنت كنت عارف تمشي تدرس في روسيا، حصل شنو تاني؟ بعد ذلك حصلت في السودان تغيرات كبيرة جدا، أصبح ما ممكن أمشي روسيا، ومشيت الجامعة ودرست علم اجتماع وأنثروبولوجيا وفولكلور. طيب يعني يا دكتور إسماعيلي، أنت كنت عاوز تربط السينما بالتراث كيف يعني؟ بالتأكيد كان عندك بشكل مشروع معين في راسك في الفترة ديك، يعني في الوقت ذاك كده، أنت عاوز تربط التراث بالسينما، أو أنت عاوز تدرس السينما عشان تقدر تربطه بالتراث، أو تشكل التراث، أو يعني تجيب التراث يعني تحييه أكثر. كيف كان شكل المشروع عندك في الوقت ده؟ شوف، خلي على المستوى الشخصي، حتى على المستوى بتاعنا الرسمي، لما تأسست مصلحة الثقافة، طبعا أسسوا ناس فنانين جدا على رأسهم الأستاذ إبراهيم الصلحي ومجموعة من الناس، ففكروا على طول أن يكون في قسم للسينما. والقسم في الوقت ده أضافوا لنا في قسم التراث. على والقسم ده كان وين؟ في تلفزيون السودان؟ لا، كان في وزارة الثقافة. كان في مصلحة الثقافة. مصلحة الثقافة تابعة لوزارة الثقافة والإعلام. وبعدين بعد ذلك في مؤسسة الدولة للسينما كان عندها شغل، والإنتاج وحدة أفلام السودان. ونحن عندنا ذخيرة كبيرة جدا، أنا أتمنى إنه الناس فعلا يحافظوا عليها، حافظوا على هذه الأفلام الجميلة اللي اتعملت في الفترة دي. طبعا السينما في السودان قديمة جدا. نعم. انا حاب نفتخر انه نحن في الأبيض اول ناس شافوا السينما. يعني سنة 1912 في الوقت ذاك كانوا نشيطين. نعم. في مجال السينما، بتذكر منه اول افلام اللي كانت مشهورة في الفترة دي كده في مجال السينما هنا في السودان؟ والله شوف، جونا نحن في الاول وجدنا الاستاذ حسن شريف واخونا عدوي كان مصور سينمائي. نعم. ودل مشوا ووثقوا للسواكن، ومشوا للجنوب ووثقوا لرس الشلوك. كانت أفلام وثائقية. نعم. أفلام وثائقية. وثم بعد ذلك جونا عدد من الشباب الدارسين للسينما. إبراهيم شداد جاء من بريطانيا ومن ألمانيا، وجاء عبد الرحمن نجد من بريطانيا، والطيب مهدي ومنار الحلو جاء من مصر، و سليمان محمد إبراهيم ومعه مجموعة جو من روسيا. فتأسست في مصلحة الثقافة يعني وحدة ممتازة جدا جدا للسينما في الوقت ده، وعدوا أفلام وفازت بجوائز عالمية. ولحد الوقت الأسبوع الفات أفتكر أيضا السودان فاز بواحدة من الجوائز العالمية في برلين. في برلين. نعم. والفيلم ذاته كان شكله كيف يعني كده؟
كيف كان مربوط بالتراث كده يعني؟ ممكن تحدث المشاهدين شوية كده عن الفيلم ده. والله شوف شوف الفيلم بتاع سواكن مثلا بتاع حسن شريف. يعني دلوقتي لما نجي نوثق لسواكن نشوف المباني التاريخية اللي في سواكن من أهم المراجع اللي نحب نشوفها. التوثيق بتاع رص الشلك أو جدع النار في منطقة النيل الأزرق. في فيلم جميل جدا عمله المرحوم الشاعر علي عبد القيوم الله يرحمه. أيوة عمل فيلم عن نظار اسمه جزيرة سعاد. فده توثيق ممتاز جدا جدا للتراث من ناحية فنية. عن نظار. ويعني التراث في حد ذاته يا يا دكتور، أنا لما نجي الليلة مثلا دار يعني معظم الأفلام اللي احنا تكلمنا عنها دي هي أفلام وثائقية. لما نجي أربط التراث مثلا بالأفلام الدرامية يعني السينما الدرامية، كيف ممكن تكون شكل الحاجة ده؟ والله شوف يعني أنا ما دائما مجال ما أقدر أتكلم فيه كثير، لكن أنا مثلا أشوف الأفلام المصرية القديمة. أي فيلم مصري قديم أنت لما تشوفه بتلقى فيه الروح بتاعت التراث موجودة، سواء من ناحية بتاعت الأغاني أو الأفلام أو الأزياء أو كده، أو طريقة اللغات واللهجات والكلام ما بين نعم. يعني ما بين الماضي وما بين الحاضر، الحاضر وبين التراث. طبعا هنا في السودان برضو الناس عملوا زمان، صلاح بن البادية عمل شغل كويس جدا. وأنا عرفت أنه لحد قريب كان بيحاول أيضا يعمل استوديوهات فنان صلاح بن البادية، وعملوا في عطبرة شغل كويس جدا. طبعا في ناس سبقوا شوية، ناس استوديو الرشيد في عطبرة برضو عملوا، لما جو عملوا الفيلم بتاع عرس الزين برضو كان استلهموا فيه التراث بشكل واضح. وكمان برضو يعني نذكر المرحوم جاد الله جبارة الأستاذ الكبير عليه رحمة الله، عنده يعني مكتبة ضخمة من الأفلام بالذات الأفلام الوثائقية. يعني هو تحدث عن كثير من جوانب السودان، حتى تحدث عن الأجهزة اللي كانت بتعمل في السودان في فترات معينة كده. أيوه. واهتمامه برضو كمان كان بالتراث يعني عالي. أسي يعني الحمد لله إنه أسرته يعني اهتمامه بالسينما كبير، ويعني بتحاول تنشط السينما ما بين الشباب في الفترة الأخيرة دي بالذات. يعني يعني بنتمنى إنه السينما تاني تعود زي ما كانت كده، عشان نحن ذاتنا نحن نقدر نوصل تراثنا ده لأبعد الحدود. طيب يا دكتور، والله أنا ما أعرف ليه السينما ما تعود. يعني ده سؤال حقه نسأله مباشرة للمسؤولين. السينما دي شيء جميل جدا جدا. ودلوقتي يعني حتى لو الناس تتكلم عن أي شكل من أشكال السلبيات أو المفاسد في السينما، ما بتعدل اللي موجود في في التلفزيونات ولا اللي موجود في الإنترنت. ودلوقتي السينما دي حبيقت حاجة مسكينة جدا يعني مقارنة بال بنتمنى إنها تعود والله. يعني دورة كبير جدا يعني في يعني في كل البلدان اللي بتعمل فيها دور السينما. يا دكتور أنت كنت برا السودان فترة طويلة، ولما رجعت قمت أسست بيت التراث. الفكرة كانت شنو يعني؟ أنت الحلم ده والمشروع ده يعني كان عندك يعني إنه أنت متى ما ترجع السودان هتأسس بيت يكون للتراث، ولا الفكرة دي جاتك بعد ما رجعت السودان؟ أنا الحقيقة اشتغلت في اشتغلت أصلا في مصلحة الثقافة زي ما ذكرت من قبل في مركز الإبداع الشعبي، فيما بعد أصبح مركز توثيق التراث والحياة الشعبية. بعد ذاك مشيت ألمانيا، درست في ألمانيا لمدة 5 سنوات، واشتغلت في واحدة من الجامعات في ألمانيا. وجيت رجعت السودان، وبعدها مشيت اشتغلت في قطر وفي الإمارات. أسسنا مع بعض مع مجموعة من الشباب النابي هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث. ده كان إنجاز كبير جدا وحقق كثير، وظليت أعمل هناك لمدة 16 سنة. وبعدها جيت السودان يعني بالصدفة، دعوني ناس جامعة الدول العربية إنه أجي أعمل دورة تدريبية هنا في السودان. كان دعوا لي كل الدول العربية، ده السبب الأساسي اللي كان واللي يعني جابني هنا. لما جيت السودان شعرت إنه والله حان الوقت إنه أنا أقعد في السودان وأساهم في تدريب الشباب السوداني. عندك بصمة في الإمارات دكتور، يكون عندك بصمة في ألمانيا، ويكون عندك بصمة في السودان. يعني إحنا نسيب نشكرك كثير والله على بيت التراث. الله يسلمك. في الفترة اللي فاتت دي يعني كان عنده كثير من النشاطات كده، يعني دائما بنسمع إنه بيكون في ايفنتات، بيكون في نشاطات معينه معموله في بيت التراث. طيب والله يعني شوف معلش نقاطعك، يعني شوف في بيت التراث والله عملنا مره شغل جميل جدا. انا افتكر يا ريت لو المشاهدين يشوفوا يعني الافتتاح بتاع بيت التراث، جبنا فوقه النوبه وجبنا فوقه سرحبيل احمد كان مع بعض، والفنان العالمي حسن موسى في التشكيلي. وكان جميل جدا جدا الشاشه يا دكتور، صور موجوده في الشاشة. أيوة. لو انت شفتها ده
ايوه استاذ حبيل احمد. شوف استاذ حبيل احمد صوره جميله جدا لاستاذ حبيل، وعندنا استاذ فيديو هو مع في النوبه. ده كان الافتتاح بتاع البيت، ده كان افتتاح بيت التراث، وده الفنان حسن محمد موسى مقيم في فرنسا، فنان تشكيلي مع عشر حبيل احمد. كان في معرض بتاع لوحات كده مصحوب، ده شغل عمل كبير جدا بنشتغل فوقه في بيت التراث، هو اعداد موسوعه للطعام في السودان. شارك فيه حوالي اكثر من 60 باحث من الدارسين في الجامعه، شاف الطعام السوداني الجميل. هي موسوعه ولا بيكون في طعام فعلا بيكون في يعني عملته؟ والله دائما بيكون في طعام، بيكون في نشاط، وبندعي الناس انهم يشوفوا. يعني احنا هسه المره الجايه معزومين، يا ريت جدا كل الليله اللي نايل الفريق العمل بتاع اليوم ده كده ياخذ منك واحد كده انه يشارك معاكم في جدا موسوعه الطعام. نعم. طيب، يعني الملف بتاعنا الأساسي هو في حلقة اليوم هو مشروع حصر التراث الثقافي في المجتمعات المحلية. نعم. والسودان معروف إنه المجتمعات المحلية نحن عندنا كثيرة جدا. نعم. بعدد القبائل وعدد اللهجات وعدد المدن والقرى. نعم. ده مشروع ضخم جدا، لما يعني أنا أقول إنه أنا عاوز أحصر التراث السوداني. أيوه. بديت المشروع ده كيف، وكيف خطيت له خطوات ذات، يعني كيف كان شكل الحاجة دي لما بديت تأسسه في مشروع زي ده؟ والله المشروع اصلا يعني تاسس لي عدد في ناس سبقونا اصلا في وضع الخطط هنا، اساتذه من جامعه الخرطوم، مع في خطوات كانت موجوده اصلا اللي كانت. السودان قديم جدا في الاهتمام بالتراث، لكن الشكل العلمي ده الاكثر هو ارتبط بمعهد الدراسات الافريقيه والاسيويه شعبه الفولكلور، وبوزاره الثقافه، وبدوا هم وضعوا الخطه للمشروع الحصر بالتعاون مع اليونسكو. وبعد ذلك تسارعت الخطى أكثر في السنتين الأخيرات. الكلام كان سنة كم يا دكتور؟ البدأ يعني بدوا هم في اتفاقية للتراث الثقافي غير المادي، يسموها اتفاقية سنة 2003، والسودان وقع عليها سنة 2008. وبعد ذلك حصل على تمويل كبير من اليونسكو لإعداد قوائم الحصر ما بين 2003 لحد الليلة 2019. نعم. يعني اليونسكو حصرت كثير جدا من المواقع التراثيه في السودان والمواقع الاثريه. نعم. واعلنتها كمواقع اثريه يعني. نعم. في 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 لسته اليونسكو. نعم. هم بدوا معاكم المشروع ده، مشروع حصر التراث الثقافي ده، ولا انتوا جذبتون لانه يكونوا جزء من المشروع؟ والله ده طبعا الجزء الثاني، التراث الثقافي المادي ده، والجانب بتاع الاثار والمباني التاريخيه والمناظر الطبيعيه ده شغالين فوق جهه مختلفه. نحن نشتغل في مجال التراث الثقافي غير المادي. نعم. واللي هو ده فيه مشروع حصر التراث حاليا. وبنحصر العناصر، لحد الوقت يمكن حصرنا عدينا ملفات لاكثر من 16 عنصر. في الورشة الأخيرة دي عدينا 6 عناصر جديدة. ممكن نصيغ العناصر دي، يعني مثلا نقول يعني تحدد ليه جزء منها العناصر اللي احنا نتكلم عنها دي؟ مثلا من أجمل العناصر اللي اشتغلنا فوقها مثلا حمد النيل. وعندنا يمكن في الصور اللي عندنا ده في حمد النيل، فيه طبعا ثقافة متكاملة اللي احنا بنسميه فضاء ثقافي. منطقة تمارس فوق الثقافة. ودي يعني باسمكم كمان وعبر القناة بتاعتكم بالناشد المسؤولين انه يهتموا في بعض الصور الموجودة فيه. ايوه. بتاعت حمد النيل. وفي فيديو يعني تشوف الناس برضو يذكر في حمد النيل ده، خبير من تونس شارك في التدريب المرة اللي فاتت معه دكتور أسعد عبد الرحمن الأمين العام للمجلس القومي. التدريب كان عن شنو؟ التدريب في نفس الوقت ونعد نعد المادة الخاصة بالعنصر. فعدينا حمد النيل كفضاء ثقافي، وده عنصر آخر دي القهوة أو الجبن السوداني. ده كان داخل بيت التراث. نعم. وده الباحثين هم بيتدربوا. ده عنصر آخر جميل جدا جدا هو سبر اللوبة في أمبدة، سبر الحصاد يعني تقريبا في جبال منطقه جبال النوبه، متعلقه بموسم الحصاد. النشاط كان النشاط ايوه في الحصاد، انه بيعملوا الاحتفال بالمنتجات الجديده. بس ده مشروع سينمائي ده والله جميل جدا. نحن عندنا مشروع سينمائي نوريك له، يا ريت تكملوا معنا. ونحن وسغنا لي يعني تكلم لي عنه شويه. أيوة. كده وسغنا لحوليه الشريفه مريم المرغنيه في سواكي. نعم.
يمكن لو الشباب يعرضوا لنا في فيلم صغير نص دقيقة. في ما زالت قائمة لحد الليلة. الشريفة مريم عاشت يعني في من الثلاثينات توفت. و لا أنا بقصد النشاط يعني. النشاط كل سنة. كل سنة الناس في السواكن. سواكن المدينة بتاع السواكن بتكون هادئة جدا وشبه خالية من الناس. بعدين تجي الفترة بتاعت الحولية دي. المدينة ولا تمتلئ المدينة كلها تتملي. نعم. المدينة في كثير من المحبين يعني بيجوا بس بموعد سوري مش سواكن سينكات مدينة سينكات. مدينة سينكات. في سواكن برضو هي عندها جامع وضريح. لكن المدينة اللي تقام فوق الاحتفال هي في سينكات. وجميل جدا جدا يا ريت شوف ده في سينكات اللي في سينكات الشريفة مريم. حولية الشريفة مريم. شفت الناس يعني النساء من قبائل البيجة المختلفة. بعدين شوف شكل الصورة ذاتها كيف أيوة. يعني أشوف الألوان ذات توازج الألوان كذا يعني ما بين الرجال والنساء. و ده الضريح بتاع الشريفة. ده برضو كان من مشاريع بيت التراث. ده من مشاريع بيت التراث اللي وثقنا فيه. وأنا أفتكر إنه ده عنصر يعني برضو سينمائي متكامل جدا جدا. في ده في مدينة سينكات. في مدينة سينكات. 200 كان لا 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 لا. أنتوا مشيتوا. مشينا من سنة تقريبا. قبل رمضان السنة. طيب يعني مثلا إذا إحنا حابين نتكلم عن مشاريع مستقبلية لبيت التراث. نعم. والله نحن عايزين نركز فعلا على الهدف الأساسي بتاعنا اللي هو تدريب الباحثين. لكن عندنا مشروع دلوقتي جميل جدا شغالين فيه مع الأخ حسن موسى وبالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي. نعد كتب أطفال ملونة جميلة جدا جدا وجميلة من الحكايات الشعبية. ولحد دلوقتي عدينا 4 كتب. أنا أفتكر إن هتعمل تحيي المكتبة. الحكايات الشعبية دي حصرتوها كيف وجمعتوها كيف؟ اللي هي أصلاً كانت موجودة. يعني في جزء أيوة. نحن دعينا عدد من الناس الباحثين في وحدات منشورات ودعينا عدد من الناس إنهم يقدموا لنا القصص. نحن عندنا قصص كثيرة جداً يعني إحنا ذاتنا لما كنا صغار قمنا عليها كده يعني محفوظة. أيوة. وفي خيال طبعاً كمان. يعني كثير من القصص كده. ومنطقة جبال النوبة فيها خيال خصب جداً. زمان الزاندي في جنوب السودان كان برضو عندهم قصص جميلة جداً. الدكتور فرانسيس دينك جمع لنا القصص بتاعت الدينكا والناس جمعوا في الدينكا كمان عندهم أساطير جميلة كثيرة. عندهم أساطير كثيرة جدا. أيوة. جميلة جدا جدا. وهنا في الشمال أيضا طبعا من هي عبد الله الطيب بدأ في الأول وأخونا السفير أحمد المعتصم جمع عن حكايات الرباطاب. وفي عدد من الناس اشتغلوا شغل جميل جدا في الحكايات طيب الشعبية. يا دكتور الروائي طيب صالح عليه رحمة الله. نعم. في رواياته في كثير من يعني الأدب بتاعه بتعلق بالتراث يعني بتعلق. نعم. يعني إذا مسكنا الروايات كلها حتى عادات الناس وتقاليده في الفترة دي كده وهو. نعم. ذاته بيقول إنه يعني كتبته حتى أقيم جسرا بيني وبين بيئة أفتقدها. نعم. الروايات بتاعته دي هل في يعني كثير أنا بسمع إنه دائما بيكون في مشروع إنه والله واحدة من الروايات تتعامل سينما. أيوه. أنا تخيل لي بعدين ذات بالذات الشباب في الفترة دي يعني. نعم. كثير من الشباب كده بيجوا مرتبطين برواية يعني الطيب صالح. نعم. هل في مشاريع إنها ممكن تكون يعني والله سينما؟ نفتكر إنها ممكن. وفي كل مرة الناس كانوا متخوفين منها أنا مش عارف ليه. يمكن عشان العالمية اللي وجد الطيب صالح خلت السودانيين إنه يحجموا من الشغل العائش يعني ما يعني الناس ما تقدر يعني مثلا يعني ما متخيلين يعني انه يقدر ينتجوا الشغل بتاع مثلا موسم الهجرة مثلا او بالجمال اللي موجود في الحكاية. محتمل ده يكون سبب. لكن السبب الاساسي انه القطاع الخاص يعني محجم عن الاستثمار في مجال السينما. انا اتخيل دي يعني روايه ذات لو عملت سينما ده استثمار في حد السينما. انا حاسس ان احنا دلوقتي الحاجة اللي بنروج لها انه الثقافة هي هتكون المصدر الأساسي وحاليا هي المصدر الأساسي للدخل في العالم. ونقول إنه يعني بتساهم بأكثر من 30% من في معظم في كثير من الدول اقتصاديات الدول. ويمكن تزيد في الفترة القادمة دي أكثر وأكثر. كل الدول ابتدت تهتم بالصناعات الثقافية وتعمل لها مدن كاملة ويدمج فيها حاجات يعني ما تخطر في البال. يدمج الهندسة مع السينما مع المسرح والكذا.
والفيزياء وكده كلهم موجودين في نخلق بيئات عمل مشتركه كده يعني ما بين المجالات. طيب يا دكتور انتوا عندكم في بيت التراث بتحضنوا الشباب كيف بيئته شكل؟ يعني انت بتكلمت عن انه دائما بيكون عندكم تدريب مستمر، هل بتدربوا الشباب؟ في شباب معينين بتحتضنوهم عشان يعني التراث هو يعني يورث. نعم. وانا اتخيل لي يعني بيكون واحد من ادوار بيت التراث الكبيره انه يورث التراث بتاعنا ده عشان ما يندثر او ما يروح، بالذات في الفتره دي يعني، لانه في كثير من الاشياء اللي بقت دخيله على المجتمع كده، يمكن شويه كده فقدت الشباب جزء من تراثه. نعم. والله شوف، هو دائما بيكون في عوده، يعني الناس يعودوا في مره ثانيه ولاسباب مختلفه جدا. يعني الكلمه العوده دي جميله زي أيوة فعلا يعني جميله جدا. يعني شوف الاسبوع الفات ده في كانت عوده لاسباب مختلفه، عادوا للتوب مثلا بعد ما نحن افتكرنا انه التوب ده خلاص في التوب الابيض، التوب الابيض ابتدوا يرجعوا له مره ثانيه، والنسوان ابتدوا يلبسوه. يعني هي دي اشكال مختلفه معناها القابليه فيه. وبعدين يعني حتى الناس كانت بتفتخر بها، يعني الفتره اللي فاتت التوب الابيض ده كده الفتيات يعني في اعمار صغيره يعني كانوا بيفتخروا بالحاجه دي. أيوة. وبينزلوا صور قديمه من تاريخ السودان انه كيف كان شكل التوب الابيض، انه حاجه انيقه كده المراه السودانيه. والله شوف، يعني لابد انه الناس يراعوا يعرفوا انه التراث هو مش مجرد للترفيه، مع انه الترفيه طبعا جزء مهم جدا، هويه بيلعب دور كبير بالضبط، يلعب دور في الهويه، يلعب دور كبير في الاقتصاد. لانه مثلا احنا لما شفنا القطاع الرعوي والقطاع الزراعي التقليدي اللي هو ده بالوقت هو شايل السودان في الفتره الاخيره دي كلها، ودي فتره يعني طويله جدا يعني. أيوة. سنين عدد. نعم. يعني شوف مثلا تربيه اي واحد في كردفان او دارفور او في البطانه هنا ولا في مناطق يعرف، عنده مهارات وعنده خبرات كبيره جدا ومعارف مرتبطه بتربيه الابل هنا، حتى هنا في الخرطوم يا دكتور يعني. نعم. في بعض الاسر يعني بتربي جداد، بتربي غنم، بتربي أبقار كده يعني. نعم. لسه حتى الزراعه ذاته في شكل المنزلي كده لسه. نعم. موجوده عندنا. نعم. يعني يمكن هي فيها ندره، لكن أيوة. قد يكون السبب الاساسي في الندره دي انه يعني ما ورثت بالطريقه الصحيحه او ما وصلت لاجيال طويله. يعني انا اتخيل لي حيكون عندكم في بيت التراث حمل ثقيل. والله مش بيت التراث لوحده، احنا دايرين انكم انتم ناس الاعلام، انتم بتصلوا الناس. انا دائما احكي لهم اقول لهم في واحد من المشايخ عمل مشكله مع ناس التلفزيون في مصر بدون ذكر الاسماء. نعم. فالجماعه قال لي يا اخي انت قاعد تذيع، قال لي انت ما عارف قيمه الاعلام ده. انت دلوقتي بتذيع خطبتك ونحن في ثواني بنشوفها مصر كلها. نعم. لو انت عايز يعني توصل كلامك ده بتحتاج ده 6 شهور تسافر من قريه لقريه ومن بيت لبيت عشان تكلمهم نفس الكلام بتاعي ده. يعني فالاعلام هو اسهل الطرق، وانتم ممكن تلعبوا دور كبير جدا جدا. بس تخاطبوا الشباب يعني باللغه الجديده. طيب الاعلام مقصر معكم في بيت التراث؟ لا والله ما مقصر، لكن احنا عايزينكم تعلمونا يا ريت والله. لا احنا عايزينكم انتم يعني بالاشكال الجديده فعلا توصلوا التراث. نعم. يعني بالمهارات الجديده وبخبراتكم وبالشكل الانيق اللي انتم يعني فيه. يعني ممكن نقول انه لا 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 الاعلام هو وسيله بتاع التوصيل، لكن نعم. القالب ذاته او الشكل ذاته كذا يعني يا دكتور لازم يكون في. نعم. يعني شخصيات زي كذا يكون مسؤوله. نعم. من الحاجه دي انه يعني تخط له قالب معين كده تستسهل، وانه الشباب ذاته يعني ياخذوه على جرعات كده تكون بالنسبه لهم سهله، يعني انه يعني يتقبلوا التراث ده ويقدروا يرجعوا له كده. يعني هسه زي ما قبل شويه تكلمنا عن الطوب الابيض كده، يعني مشى يعني بسرعه كده خياليه جدا. نعم. ما بين الشباب كده بنفس. أيوة. الفكره دي انا تخليه في عناصر ثانيه كثيره جدا احنا. نعم. برضه ممكن نرجعها. نعم. في عناصر معينه كده هسه موجوده كده احنا ممكن نتكلم عنها. والله شوف، في عناصر مثلا يعني الناس كانوا بيتكلموا عنها من فتره. مثلا الحاجات المرتبطه بزينه المراه بشكل عام. نعم. لان احنا يعني باكر اليوم العالمي للمراه، يوم الجمعه اليوم العالمي للمراه. يعني خلينا نشوف التراث المرتبط بالمراه. طيب انا عايز اسالك سؤال. نعم. يعني ال 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 انا لاحظت في منصات التواصل الاجتماعي كده في جدل كده كان بيكون في حاجه معينه اللي هو الزمام. ايوه. الناس بيتكلم عنه كده انه يعني زي الحاجه دخيله كده على المجتمع السوداني. خلي الزمام ده قديم في لا السودان. لا قديم جدا قديم جدا. بس يعني في فتره ما هو التراث بيتغير. نعم. في
في فترة قاموا الناس بيفتكروا كانوا إن الزبام ده يعني ما حاجة لكل النساء يعني. هو مش ما حاجة لكل النساء. في بعض الناس بيتكلم عن إنه هو حاجة ما حميدة أو مثلا قد يضع بصمة على الفتاة اللي بتضع الزمام إنه يعني يوسمها بشكل معين كذا هي قد لا ترضى يعني. نعم. ال 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 يمكن يكون. لكن يعني تاريخيا ما عنده أي علاقة بالكلام ده. ده هو حاجة جديدة. يعني ال 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 إنه نعم. الزمام ده يعني بيرجع لفترة طويلة. نعم. لكن هسي بيجا شكله غريب. ليه نعم. ليه بيجا غريب يعني ليه نحن ما الحياة بيجت لنا غريبة كذا كأنها كانت غير موجودة؟ والله لأنه الانقطاع ولأنه جاي التشويش من خارج السودان ما من الزمام السوداني. التشويش جاي من صورة الزمام اللي جاينا من الإعلام الأمريكي. الحاجات اللي بيركبينها الناس في الأنف وكذا. ده السبب اللي هو ده اللي عامل لنا التشويش ما بين أيوة ربطهم الاثنين مع بعض. أو زمان حتى زمان كان الأولاد يعني بيخ في جزء من الطقوس إنه الولد مثلا عشان لو في الأسرة لو بيموتوا الأولاد بيقوموا يجدوا له أذنه. ده في الثقافة وفيها في الثقافة بتاعت وسط السودان دي كلها شفتها. فدي دلوقتي لأنه جاتنا من الخارج إنه الكلام ده عيب دلوقتي حسة ومتعددة. لكن هو يعني أنا أفتكر التراث بتاعنا السوداني خاص ما يتعلق مثلا بزينة المرأة. نعم. من أفضل طبعا تماما وما في مقارنة بينه وبين الكريمات الحديثة. ولا سمعنا أبدا في يوم من الأيام إنه الديلكة ولا القمرة دي سببت لها أي تشويه في بالنسبة للمرأة ولا كده. حافظت على جمال المرأة السودانية. بس في بعض الأحيان كمان يعني بي نعم. بي يعني في بعض لا 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 لا. العادات القديمة يعني هسي بيكون يعني زي السخرية كده لما الشباب أيوة. بيسكروها مثلا زيت الكركار يعني أشياء قديمة كده بيقدر الشباب بيسخروا بها كده يعني إنها بيقدر غير مواكبة يعني للحاضر. والله شوف الأسبوع الفات ده اتداولوا في وسائل التواصل دي كلام منسوب للبروفيسور حساس محمد حساس اسمه. هو كان مشارك كمان في كتاب اسمه السودان في ستينات القرن العشرين. أيوة. كان كاتب والله جاب كلام عجيب جدا. قال انه الضريره بتاعت الصندل دي اكتشفوا انه لما مخطوطه في يعني اللي نحن بنعملها للعريس في جرتك في جرتك قال حسب كلامه وحسب الكلام المكتوب في الوسائط انه دي يعني اكثر علاج فعال للحمايه من الجلطه. وشوف ده نحن عارفينها قبل 3000 سنة لما تتخطى في الرأس. وقال يعني مجربة في دلوقتي وأصبحت يعني لبخة معروفة يخطوها يحموا بها الناس. حتى الناس اللي عندهم جلطة يبتدوا يتعافوا لما يعملوا لهم. ودي موجودة عندنا من 3000 سنة. أي حبوبة في السودان بتعملها وتحافظ عليها. يا رجل أنا تخيل لي لو حصل يا دكتور إنه بيجا في يعني نقيتوا بعض العناصر بعض العادات بعض يعني انواع او اشكال التراث انه يعني يحصل ما بين الدمج في السياسة حاليا في الحاضر كده بشكل معين كده زي الثوب الابيض. نعم. انه في بعض الاشياء احنا كمان ممكن نرجعها ثاني هي اشياء حميده اكثر. نعم. ممكن تكون تساهم مثلا في انه المجتمع السوداني ده يعني يكون اجمل اكثر. يعني احنا دائما بنسعى للجمال يعني في, نعم. في الاشياء حتى اذا كان في المجتمعات. والتراث ذاته متعلق يعني تعلق شديد بالجمال يعني. نعم. كثير من الناس لا 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 بنتكلم عن ده كلام صحيح جداً. عن الجمال فعلا يعني. لكن كمان احنا دلوقتي في السودان بقت اصبحت عندنا مشاكل كبيره جدا جدا واللي هي دي التراث بيلعب فوق دور كبير جدا. نعم. يعني على راسها مساله التعايش السلمي والاحترام المتبادل. عشان كده نحن في حسب الاتفاقيه بتاعت اليونسكو اللي موقع عليها السودان دلوقتي واللي نحن نتبناها. نعم. انه بنقول عرفنا التراث لكن بنقول لا يخص في الحسبان لاغراض في التعريف ده الا التراث اللي بيتعارض مع المفاهيم الاساسيه لحقوق الانسان. نعم. يعني التراث اللي بيتعارض معها او التراث اللي بيتعارض مع الاحترام المتبادل للجماعات ده بالنسبة لنا غير مقبول. والتراث اللي ضد التنمية المستدامة. فالتراث ممكن يلعب دور كبير جدا جدا في السلام. يعني يتم ترويج أكثر للتراث اللي بي بي يعني بي 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 يهدف للتعايش السلمي بالضبط واحترام الناس التانيين احترام الناس احترام الأديان واللي هو ده دورنا. نحن ما بنروج لأي
نوع من التراث مثلا يمجد العبودية أو يمجد الاستغلال أو يمجد يعني استغلال المرأة. وفي أشكال من التراث من أنواع التراث كانت موجودة في السودان، فعلا موجودة في السودان ولسه في بعض الأماكن موجودة. ما زالت دلوقتي أنا إحنا سمعنا من أخونا ضفع الله في بيت عنده مركز للموسيقى في مدرمان، نعم، أغنية جميلة جدا جدا، بيقول فوقها يعني الحبل بتاع المكشاشة، المكنسة دي المكشاشة ده البربطوبي ده حافظ عليه كتير جدا جدا. يعني لو المكشاشة بشكت كده منك خلاص تبقى ما عندها فايدة، ما بتقدر تلمها مرة تانية. أي أغنية جميلة جدا، وإنه الناس يخلوا ضرب المثل ذاته جميل بالضبط، هاي ويرجعوا انهم يبتدوا يتعايشوا مع بعض ويزرعوا، لما يجي الرشاش يزرعوا الارض الزراعيه ويخلوا يبطلوا الحاجات دي ويبطلوا الحريب وكده. ده نوع الحاجات اللي ممكن يساهم فيها التراث فعلا مساهمه كبيره جدا جدا. يعني نحن عندنا فاصله تراثيه كده يا دكتور، يعني نحضر نشوف الفاصله دي. اوكي نشوف ونرجع ثاني. فاصلة جميلة يا دكتور، وبعدين شايفك يعني كذا أثناء الفاصلة كذا كنت مستمتع جدا بالموضوع ده. والله مستمتع جدا، لأنه يعني الحرف أنا بسميها الحرف والمهارات اليدوية. نحن قبل لما قلنا إن التراث غير المادي هو التراث غير المحسوس، لكن هذا أشياء قدامنا محسوسة، هذه محسوسة موجودة، لكن برضو ده تراث ثقافي غير مادي بالضبط. لأنه الفكرة الأساسية فيه إنه المهارة، نحن هنا نتكلم عن المهارات، إنه المرأة اللي بتنسج اللي تعمل القفة ولا تنسج البرش هي عندها مهارة في عقلها، وأيضا مرتبطة لو شفت كثير من الأشياء اللي أنت عرضتها دي فيها رموز، رموز ضد العين، رموز ضد الحسد، رموز كده للخصوبة وخلافه، فدي كلها جزء من التراث الثقافي غير المادي. ممكن يعني يكون شكل الفاصل اللي احنا عرضناه دي هي من متحف الإثنوغرافيا، نعم، اللي موجود حاليا في، وبعدين في كل أشكال الـ 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 يعني الحياة في الفترة دي، يعني في فترات معينة وفي حقب معينة للقبائل، نعم، المختلفة زي البقارة وغيرها من القبائل الموجودة في السودان. نعم. نحن نرجع تاني للتراث الغير محسوس يا دكتور، نعم، اللي هو المحبوب لقلبك أكثر. أيوة. يعني أنت عندك خبرة طويلة كده في الاهتمام بقضايا التراث. نعم. الأشياء اللي تعلمتها شو من التراث يا دكتور؟ يعني إحنا نحاول نديها للمشاهدين. شوف خلاصة كده، يعني خلاصة المسألة، واللي أنا بقوله للمدربين إنه هو التراث ما مهنة، ما عرف، التراث حب، أسلوب حياة كده. بالضبط اسلوب. والله كلمه اسلوب حياه دي تعرف جميله جدا. احنا كنا في الامارات، نعم، وناس الامارات قالوا دارين نسجلوا الصقاره،
الصيد للصقور. فنقول لهم إنه الصقارة دي رياضة، يقولوا لا ما رياضة. إنه فن لا ما فن. في النهاية ولقينا إنه هو أسلوب حياة. فالتراث كثير منه هو أسلوب حياة. لكن المسألة الأساسية فوقه هو العشق والحب للتراث، لأنه هي دي الهوية وده الشكل الباقي بالنسبة للإنسان. ولما تشوف الموجودة القطعة اللي كانت معروضة دي من مناطق مختلفة من السودان، ويعني كلها لو الواحد شافها يعني يزداد إعجاب بالثقافات المختلفة ويزداد احترامه لكل القبائل السودانية. طيب في يعني في ذات الإعجاب بالثقافات، نحن نتكلم عن اللهجات يعني دكتور. يمكن يكون في جزء كبير جدا من اللهجات المختلفة هي سي ساهمت بشكل مباشر في لهجتنا الدارجية الحالية اللي نحن نتكلم بها دي. بنلقى انه جزء من كلامنا ده مثلا شايلينه من الغرب، جزء من كلامنا شايلينه من الشرق، جزء من كلامنا يعني خليط كده. أيوه. في اللهجات كده. هل عندكم اهتمام باللهجات في بيت التراث؟ شوف خلينا نشوف نرجع والحج نشوف بالنسبة للاتفاقية بشكل عام. الاتفاقية بتتكلم انه اللغة هي الوعاء للتراث. يعني بدون اللغة طبعا ما ممكن يكون في تراث، خاصة التراث الشفاهي الموجود من شعر وأمثال وحكايات وكذا، ده كله مرتبط لنا. أيضا التلمزة عند الأم لما تشرح للبيت كيف إنها تعمل الأكل بتستخدم اللغة، فبشكل عام إنه هو اللغة جزء مهم جدا جدا من التراث. لكن نحن كناس بنشتغل في التراث ما بنشتغل اللغة من ناحية بتاعة الصوتيات بتاعتها والبلاغة وشنو الحاجات الرموز، ده شغل الناس تانيين بتاعنا اللينغويستكس، وده اتفاقية تانية خاصة بهم. لكن نحن نعتبرك هي الوعاء لنقل هذا التراث وكمان الإيقاعات يعني. بس أنا دار أقول حاجة إنه في السودان طبعا غير اللهجة غير اللغة العربية واللهجات العربية في تاني عشرات اللغات الجديرة. أكيد نحن مشينا يعني النيل الأزرق بالداري قدر رطانة. أيوة والله تعرف كلمة رطانة دي طبعا ما رطانة، لأنه مشينا شفنا البرتة في النيل الأزرق معنا البروفيسور علي إبراهيم الضو أستاذ الموسيقى، لقيته لغات كاملة كده طبعا يعني. هي كلها لغات ومدروسة ومكتوبة في السودان في أكثر من 100 لغة. نعم أيوة لغات كاملة ومدروسة. يعني كان بيفتكر إنه لغة البرتة دي اللي معروف عندنا يمكن بالناس اللي بيعزفوا الوازة، افتكر إنه دي أسرى اللغة من اللغات. واحدة من السيدات في الورشة قالت والله أنا يعني ما بقى، قالت ما بتعرف تحجي أولادها باللغة العربية. يعني لازم تحجيهم أو أحفادها الحقيقة مش أولاد ما بتعرف تحجي أحفادها باللغة العربية، لازم تحجيهم بلغة البرتة. طيب سؤال كده قبل ما نمر لمطرف الحديث، الفرق شنو بين اللغة والرطانة؟ والله اللغة طبعا كلمة رطانة دي ما في، هي دي نظرة دونية طبعا. ليش شنو للغة؟ للغات الناس الثانية، للغة القديمة يعني مثلا. لا مش اللغة الثانية، لا غريبة لا بس. نوع من التعالي من يعني الناس أي لغة اللي غريبة يتكلموا يعني باللغة العربية رطانة مثلا. كانوا انه الحاجة اللي لو ان زول اللي ما بيعرفها يقول انها ده رطانة. لكن حسيت ما قاعد تقول الرطانة الانجليزية. ما بتقول الانجليزية، بتقول اللغة الانجليزية. لكن بتقول رطانة الدينك ولا رطانة الفور ولا كده إنه رطان، فهي دي بس نظرة التعالي مننا. هم لغات متكاملة وعندها كل الفنيات وكل الصوتيات. ويا ريت تستضيف واحد كمان من الناس المتخصصين في ان شاء الله. ان شاء الله والله يا دكتور. يا دكتور والله انت انسان جميل جدا بجمال التراث يعني، ربنا يديك الصحه والعافيه. شكرا لك كثير جدا انك الليله شرفتنا في الاستوديو. ان شاء الله ناخذ اكبر ونزوركم كمان في بيت التراث كده. مرحبا بكم ان شاء الله. لاي حاجه اعلاميه كده انت يعني قبلنا حسيت بك انت شويه كده بتعتب علينا، لكن احنا شاكرين لك كثير. والله نحن حنحتفل ان شاء الله باليوم العالمي للتراث في 18 ابريل مع العالم، وحنحتفل إن شاء الله باليوم العالمي للمرأة اللي هو يوم 10/3. والله إن شاء الله نكون حاضرين. التراث والمرأة وكذا. يكون راشد سمعك هسي كده إن شاء الله كده، ولا نكون حاضرين كده في صباحات سوداني. شكرا لك كثير.